السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم وصفه ديال التورته ديال الليمون، كتجي رائعه ومكونات بسيطه. نطحنوا 200 غرام بسكويت ماريا، نطحنوها مزيان، حطوها في واحد الاناء، ذوبوا 80 غرام ديال الزبده اللي هي ربع ملاعق كبيره. خلطوا الزبده مع البسكويت مزيان، حطوها في مول قطر ديال 24 سنتيم وخليها جانبا. والطبقه الثانيه غنحتاج 950 ملي ديال الحليب، 170 غرام سكر، 45 غرام مايزينا. نخلطوا مزيان، حطوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى يتقل الخليط، ومباشره نضيفوا على الطبقه الاولى ديال البسكويت. حطوها في الثلاجه حتى تبرد مزيان. الطبقه الاخيره نحتاج 100 ملي عصير الليمون، 300 ملي ديال الماء، 50 غرام ديال السكر، و 25 غرام مايزينا، ونصف ملعقه صغيره كركم. نخلطوا المكونات ونحطوها فوق النار مع تحريك مستمر حتى كيتقل الخليط. نضيفوها على الطبقه الثانيه، ندخلوها للثلاجه تبرد مزيان تقريبا 4 ساعات. بعد ما بردات زينتها بخطوط ديال الشوكولاته بيضاء. ما تنساوش تجربوها. نتلاقى في شي فيديو جديد. مع السلامه.